أنا هبدأ كده بفكرة انضمام الناشئين وفكرة الثقة اللي موسيماني بيعطيها للناشئين اللي عن حق برضو، خلينا نحط كذا سطر تحتها، واللي دايما هذا المصنع زي ما أنا بقول دايما يعني بيشرفنا، وخرج منه أسامي لعيبة عظيمة جدا جدا وأضافت للأهلي على يعني سنوات طويلة. النقطة دي أنا محتاجة أروح مع حضرتك فيها، وفكرة كمان إن أنت بتلاعب فريق طبعا مش سهل، عنده صفقات جديدة، بيلعب فيرست تيم كامل العدد، مفيش أي غيابات أو غيره، شفت ده ازاي كمشهد؟ بص حضرتك، يعني خليني اقول ان كاس رابطه الانديه دي احسن حاجه اتعملت السنه. صحيح. حقيقه يعني. صحيح. ليه؟ لانها بتفرز لعيبه ممكن واحد يكون بعيد عنها خالص، ما حدش يعرفها، غير زمان، غير لما كنا احنا موجودين، كنا موجودين بنتمرن في الجزيره، الدرجه الاولى بتتمرن في الجزيره، احنا بنتمرن في الجزيره، كل الناشئين بيتمرنوا مع بعد الدرجه الاولى او قبل الدرجه الاولى، فكان الجهاز الفني بتاع الدرجه الاولى بيشوف كل المراحل السنيه الموجوده بيتابعها يعني. انما دلوقتي في الموضوع الناشئين في مدينه نصر والدرجه الاولى في الجزيره، فطبعا الوقت هو اللي صعب بالنسبه للمدربين. اي نعم ممكن الواحد يشوف، بس يعني ما تعرفيش امتى الفرقه دي عندها تمرين، ده عنده امتى، ده انا عندي تمرين، قدام عينه على طول لازم يكون متابع طبعا. انما انا شايف ان الكاس الرابطه ده احسن حاجه اتعملت في مصر السنه دي، ويا ريت يستمر. ليه؟ لان بتفرز لعيبه كتير جدا، احنا شفنا اللعيبه بتاعت النادي الاهلي اللي لعبت الماتشين اللي فاتوا، الجونه والاسماعيلي، حاجه رائعه جدا. ما لو ما كانش الكاس ده اتعمل ما كانش هتفرز حد، ما كانش حد هيشوف حد غيرنا، مثلا مدرب او رئيس قطاع الناشئين كابتن خالد بيبو بيرشح حد او كده، غير لما تشوفه يعني لايف قدامك طبعا. يعني فده حاجة رائعة جدا، انا شايف ان هتفرز وهتفرز لعيبة كتير جدا، هينضموا بقى للفريق الاول طبعا، وده حاجة كويسة، حاجة صحية جدا للفريق الاول طبعًا. بتبقى ضغط منافسة طبعا، الواحد لازم يحافظ على مكانه، فطبعا هترفع من مستوى اللعيبه الناشئين ومن مستوى اللعيبه الدرجه الاولى الموجوده، خصوصا الفترات اللي قبل كاس الرابطه احنا كنا بنلاقي فترات اللعيبه بتريح فيها، وده بيبقى ليه تاثير سلبي جدا بعد كده. فيعني صحيح، عند حضرتك حق جدا، حاجه تنشيطيه يعني، كاس الرابطه دي حاجه تنشيطيه، حاجه جميله جدا، انا شايف انها من احسن حاجه اتعملت، وده ويا ريت تستمر طبعا. شفنا لعيبه كتير جدا افرزت عندنا في منتخب الشباب اللي انا بمرنه، في لاعبين لعبوا اللي هو الباك ليفت والشرقية، يعني عايز أقول إن اللعيبة كويسة جدا، اللعيبة كويسة جدا، اللعيبة في 2001 و 1999 وفي 2003 و 2004 لعيبة كويسة جدا بتلعب وأفرزت، وده شيء جميل وحاجة صحية جدا للمدرب الدرجة الأولى، لأنه لازم يشوف كل اللعيبة ويشوف مستواهم. يعني فكرة إن هم ممكن البعض منهم أكيد هيتم تصعيده مباشرة للفريق الأول لكرة القدم، وأكيد برضو وارد إن البعض الآخر يطلعوا إعارات مختلفة بحيث ان هم ايه ينضجوا ويستووا بالمعنى الدارج يعني. ده مظبوط جدا، وكله هيستفاد يعني، كل اللعيبة هتستفاد يعني. انا شفنا رأفت اللي هو الباك ليفت بتاع النادي الاهلي 2004، عيل صغير جدا، ولا صغير جدا، وده معانا في منتخب الشباب. شفنا شرقية، شفنا غريب، سيد غريب، شفنا لعيبة كتير جدا، زياد يعني، انا شفت بصراحة شوبير يعني، شفنا لعيبه بتاخد فرص يعني قليل جدا لما كانوا هياخدوها في الدوري او في الكاس او طبعًا. في بطوله افريقيا، لان المدرب بيبقى عاوز اللعيبه الجاهزه على طول طبعًا. مش هيقدر يفكر في الناشئين الا في وقت معين صغير جدا، وغالبا عند الزنقه بالظبط كده، يكون حد مصاب طبعًا. ربنا يشفي طبعا اكرم توفيق طبعا، نتمنى له السلامه طبعا. اللعيبه ديت هيبقى ليها مكانه كبيره جدا، لانه كل اللعيبه اللي لعبت في الماتشين اللي فاتوا او اللي هيلعبوا بعد كده عندهم شخصيه النادي الاهلي، لان ما حدش هيلعب درجه اولى في النادي الاهلي غير لما يكون عنده شخصيه، وانا شفت اللعيبه كتير جدا من اللي لعبت عندها شخصيه النادي الاهلي. انا يعني عاجبني جدا رأفت الباك ليفت 2004 عنده شخصيه كبيره، يعني تحس انه لعيب كبير بصراحه يعني. الشخصيه دي بتشوفها في ايه يعني؟ ايه تفاصيلها؟ ايه مقاديرها؟ قراره في الملعب، القرار في الملعب يعني. لما اكون انا كنت بلعب مثلا وبلعب مع ناس كبيره جدا زي كابتن الخطيب لما كان بيلعب وانا بلعب معاه في الملعب، لازم انا اكون ليا شخصيه ان انا اقدر اجاري الناس الكبار في الملعب، لان بدون الشخصيه عمرك ما هتقدر تكمل في النادي الاهلي. النادي الاهلي اللعيبه الوحيده اللي تلعب فيها درجه اولى اللي هي عندها شخصيه بس، الفنيات مش كفايه، القوه مش كفايه، كل حاجه غير الشخصيه، لازم تكون عندك شخصيه، لاني
عشان تستمر في النادي الاهلي وتلعب بطولات كبيره ككاس العالم، كاس افريقيا، دوري عام، كاس مصر، لازم يكون عندك شخصيه، والشخصيه بتتمثل في اللاعب في قراراته، القرار امتى هاخد القرار ده وامتى ما اخدوش، امتى اباص وامتى ما اباصيش، امتى اشوط وامتى ما اشوطش، امتى اعمل كروس وامتى ما اعملش، كل دي قرار هو بياخدها، دي اللي بتنعكس على شخصيه اللاعب نفسه، وده اللي موجود في النادي الاهلي. اللي انا شفت اللعيبه دي كلها بصراحه عندهم شخصيه كبيره جدا جدا، واتمنى لهم طبعا التوفيق يعني. بص احنا